إذا مرحبا برئيس نادي رجاء العرائش، هنيئا لكم بالفوز، هنيئا لكم بالصعود. عاد جيتوا دابا مرحبا بكم تما الان في ساحة التحرير. شي كلمة بهذه المناسبة يمكن توجهها للجمهور العرائشي اللي واكب معكم عبر الفيسبوك وعبر كل وسائل الاتصال الممكنة، والجمهور المحبين ديالكم تبارك الله. تفضل. أولا الحمد لله، هذا الإنجاز كان هديوه الساكنة مدينة عرائش وجميع الغايون على الرياضة المتتبعين. حقيقة هذا اليوم كان يوم حافل، وحافل بالاتصالات، حافل بالمتابعة في المواقع ديال الاتصال، الفيسبوك ولا على الصفحة الشخصية ولا الصفحة ديال القناة ديال النادي، اتصالات من داخل وخارج المغرب، من جميع المدن، الأصدقاء المتتبعين كاملين ديال رجاء العرائش كيتصلوا وكيطمئنوا على الفريق منذ انطلاقة ديالو صباحا من مدينة عرائش إلى غاية الوصول ديالو لمدينة حنيطة وأثناء وبعد المباراة. يعني كانت واحد كنسمع الدقة المراكشية كبيرة. أنا باش نخليك نتكلم معك هو أننا اليوم كنهديو هاد ثمرات الجهد ديالنا المدينة ديال العرائش، والان فريق رجاء العرائش القسم الثالث ممتاز. هذه الخطوه هذه اللي عاد فتحنا افق ان شاء الله ندخلوا عليها ونشوفوا العام الجاي في الافق. شكرا. شكرا سي طارق.